اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر. اهلا وسهلا بكم متابعينا متابعي قناه شوف تي في على هذا البث المباشر من مدينه سطات، وبالضبط بالمدخل الشمالي للمدينه بالطريق السيار. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، هناك اختناق مروري يمكن نتيجة أشغال اختناق مروري كيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، فالعدد ديال السيارات اللي كانت واقفة، فالناس كانت باغا تدخل يعني الوقت ديال الفطور قرب، فكيكونوا مشاكل كثيرة. لكن نتمنوا أننا نعرفوا السبب ديال هذا الاختناق المروري اللي حدث هاد الساعة قبل الفطور. إذا كذلك كاين مشكل، من مشكل ممكن أنه يكون في المدخل ديال أو في محطة الأداء للمدخل الشمالي للمدينة. مدينة سطات المدخل الشمالي لطريق السيار. إذن متابعينا كيف ما كتشوفوا معنا، يلاه طلقات يعني طلقات يعني الطريق ويلا تسرحات، فهذاك اللي كتشوفوا معنا اللي هي كاملين هما كانوا واقفين، شاحنات وكذلك سيارات كانوا واقفين كيتسناو اذا فالمشكل ممكن انه يكون من محطة الأداء، وكذلك بعض الأشغال القائمة في هذا الأثناء. فممكن أنه الطريق وقيلا محبوسة من الطريق وقيلا محبوسة من يعني الكمالة ديال باش تكمل الطريق اللي جاي من كازا باش يكمل طريقه لمراكش، فما يمكنش ليه انه يكمل، يمكن طريق فيها اصلاحات، ولكن هذا ما كانش ليه واحد تذكير قبل. هذه نقطة ما تمش التطرق لها من محطة ديال برشيد او محطة الاداء ديال برشيد، ما تمش التطرق لهذا النقطة ديال ان الناس اللي قابطين طريق ديال الطريق السيار الرابطة بين كازا ومراكش ما ذكروش انهم او ما عطاهمش واحد تذكير صغير بان الطريق محبوسة من المدخل الشمالي لمدينة سطات، ويعني كل شيء خاصو يدخل لمدينة سطات. فكيف ما كتلاحظوا معنا متابعينا، فالمدينه كلشي الناس اللي دايزين لغادي لمراكش دايزين من كازا غادي لمراكش، فكلهم غادي يدخلوا لمدينه سطات، خاصهم يدخلوا من هذه المدينه من المدينه. وللتذكير فالمدينه كذلك المحطه اللي فيها فهي فيها هذوك لي غيشي ديال الخلاص قلال، فيها جوج، واحد ديال جواز وواحد عادي. اذا متابعينا هنا كيكون واحد هذا الشيء اللي كيخلف او كيسبب اختناق كبير بالمداخل ديال المدينه. اذا متابعينا غنعاود نذكر بان ما كانش واحد تذكير للناس اللي مستعملي طريق السيار في المحطه اللي كانت قبل اللي هي محطه برشيد، ما كانش واحد تذكير للناس بالله راه كاين واحد الانعطاف اللي غادي يكون، لان عند الناس اللي غادي لمراكش غادي يدخلوا سطات، خاصهم ضروري يدخلوا سطات عادي يكملوا طريق لمراكش او الوجهات اخرى. يعني حتى المدخل ديال
يعني حتى المدخل الجنوبي للمدينه ما يمكنش انك تكمل ليه حتى من هنايا من الشمال وتكمل. السلام عليكم عبد الحق. السلام عليكم اخي، وتحياتنا لكم من مدينه ستات. اذا متابعينا متابعي قناه شوف تي في، كيف ما كتلاحظوا معنا، فهاد الشيء اللي كتشوفوا تقريبا يعني هاد المدخل في الاصل كان ما كانش كيكون فيه بزاف ديال السيارات، يعني هاد اللي كتشوفوا الشاحنات والسيارات فهادو كاملين كانوا قابطين الطريق. محمد ملي يكون الزحام خاص يطلقوا محطه اداء بالمجان، ممكن انهم يقدروا يعوضوا عليها، ما عرفناش واش دايرين هاد القضيه ولا لا. فانا غادي نوصلوا لمحطه الاداء ونشوفوا هذه هي في الاصل خاصها تكون بحال هاد المبادرات، تقدر انها تكون يعني الاشغال فهم اللي كيتحملوا المسؤوليه ديالها، ماشي حنا اللي كنتحملوا مسؤوليه الاشغال، يعني حنا اللي وافدين على هاد الطريق وحنا ماشي حنا اللي كنتحملوا المسؤوليه ديال يعني ديال هاد التعطال او هاد التاخير على الطريق، فماشي على في الطريق دي. اذا متابعينا كيف ما كتلاحظوا معنا، فهاد الكم الهائل ديال السيارات والشاحنات هما ما كانوش في الاصل عندهم المحطه ديالهم هي ستات، ولكن اضطروا انهم يدخلوا بسبب الاشغال، يعني اللي سبب هذا الاختناق المروري هما الاشغال اللي كانت غير معلن عنها من قبل. لو كانوا معلن عنها كانت على الاقل كانوا الناس ديال ستات كانوا يستعملوا الطريق الوطنيه، على الاقل كانوا يستعملوا الطريق الوطنيه الرابطه ما بين برشيد ومراكش او ما بين برشيد وستات. اذا متابعينا، اذا السؤال ديالك محمد فاحنا غادي نعرفوا الجواب ديالو الان، غادي نعرفوا الجواب ديالو اللي هو المحطه مؤدى عنها، يعني غتادي ثمن المرور. ولكن الغريب في الامر هو ما عرفناش ان الناس اللي جايين مثلا من فاس ولا من طنجة كيفاش يقدروا انهم شنو كيفاش غيديروا الخلاص اول حاجه. ثاني حاجه فين غادي يفطروا الناس اللي كانت تابعهم الطريق، كاين يعني بزاف ديال الحوايج، يعني كاين ستاد دابا شويه غادي كلشي غادي يتسد، كلشي غادي يعني هذا هو تا هو مشكل من المشاكل اللي طرحات. فهاد الاشغال اللي كانوا كان من الممكن انهم يتاخروا واحد شويه على ما أذن مثلا المؤذن ويطلق، حيت هذا الشيء ما كانش قبل. يلا فكيف ما كتلاحظوا معنا الناس كاملين اللي دخلوا شويه بعدا تنفسات الطريق بالمدخل الشمالي للمدينه، ونتمنوا ان هذا الشيء ما ياثرش على الناس اللي كانوا قابطين الطريق وغادين عندهم غادي باقا تابعهم الطريق، يعني في الفطور في شحال من حاجه. اذا نتمنوا السلامه لجميع المرتادين ديال الطرق، سواء طرق سياره او الطرق الوطنيه. اذا متابعينا شكرا لكم وتحيه لكم، وتحياتي من مدينه ستات من عروس الشاويه، وفطور شهي وصيام مقبول ان شاء الله، ودمتم في رعايه الله، والى اللقاء متابعينا. ما غاديش نحبسوا المباشر، وانما كنلاحظوا فاش بغينا نحبسوا المباشر كنلاحظوا ان كاين عاوتاني اختناق مروري كذلك. هاد البلاصه اللي واقفين فيها هي فيها واحد المدار اللي هو فيه الطريق الوطنيه، يعني التقاطع ديال الطريق الوطنيه مع الدخله ديال طريق السيار.
اذا متابعينا نتمنى السلامه لكل الناس اللي قاطين طريق واللي ونتمنى ان حتى الناس اللي لقاو عوجوا الطريق دخلوا السطات وما كملوش طريقهم نتمنى انهم يوصلوا بخير وعلى خير وكل الناس اللي شادين طريق نتمنى لهم السلامه اكيد وشكرا لكم متابعينا وافطار شهي وصيام مقبول.